مساء الخير، انا دكتور رامز رضا، استاذ الانف والاذن والحنجره، كليه الطب جامعه بني سويف. الحقيقه احنا بنحب نوضح للساده المشاهدين انه حساسيه الانف من الامراض الشائعه جدا بين الناس، والحقيقه انها شائعه جدا في مصر للاسف بسبب التلوث وبسبب الدخان والاتربه الكتير اللي موجوده، ودي حاجه الحقيقه بتاثر على الجيوب الانفيه. فبنحاول ان ننصح الناس على قد ما على قدر المستطاع انه يقللوا التعرض للاتربه، للدخان، للبارفانات، لانه الكلام ده كله بيزود الحساسيه، والحساسيه هي من الامراض الشائعه اللي لازم الواحد يتجنبها، لانه وهي وعلاجها الاساسي هو منع المسبب، يعني او من اكتر الحاجات الاساسيه للعيان. انا طبعا هديله مضادات حساسيه، بنديله بخاخات للانف، كل الكلام ده بيساعد في العلاج، ولكن العلاج الرئيسي طول اللي يجب على المريض انه يحاول يقلل تعرض الاتربه والدخان والكيماويات. وبرده الناس اللي بتشتغل في الكيماويات واللي بيتعرضوا للسولار والبنزين والحاجات دي برده بتبقى عندهم الحساسيه جامده، حتى لو والحساسيه ممكن تاثر كمان انها بتعمل لحميات في الانف والجيوب الانفيه. فاحنا لما بنوصل لمرحله اللحميات المريض بيحتاج للعمليه، بنضطر نعمل له عمليه تنظيف للجيوب الانفيه واستئصال اللحميات، ودي بتبقى عمليه الحمد لله مع العلم الحديث بقينا بنعملها بالمنظار، وبنقدر مع المتابعه الجيده انه نحافظ على العيان انه ما يحصلوش لحميات في بعد كده. وشكرا.